عشان تعرف اكتر على تطوير مكاتب التموين معانا نموذج واقعي من محافظه بني سويف، هيكلمنا عنه مهندس وصفي عبد الله وكيل وزاره التموين بمحافظه بني سويف. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحيه يعني الحقيقه انه مكاتب التموين هي من او قطاع التموين بشكل عام من القطاعات اللي ليها علاقه مباشره بالمواطن المصري. لو هنتكلم تحديدا على بني سويف، خليني اعرف من حضرتك ازاي او كيف انهت مراكز التموين خدمه المواطنين في المديريات والمحافظات، على وازاي قضت على ظاهره الطوابير اللي كنا بنشهدها على مدار سنين كتير قوي. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على مصر كلها. بالنسبه لمكاتب التموين في محافظه بني سويف، تخيلي حضرتك قبل تطوير هذه المكاتب مدى الزحام اللي كان المواطنين وعدم القدرة على إنجاز المهمة اللي أنا رايح لها. قبل تطوير المكاتب ده كنت أنا أروح مثلا أعمل بضاعة بدل فائت بدل تالف، بقعد في الطابور أكتر من ساعة واتنين وقضية المصلحة ما ضيعتهاش من الزحام الشديد. حاليا القيادة السياسية ومع وزير التموين ومع المحافظ بني سويف كانوا مهتمين جدا بتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز مطورة. حاليا عندي انا 12 مكتب مطور على مستوى محافظ بني سويف، وجاري تطوير المكاتب الاخرى لجعلها مراكز خدمه مطوره بتقدم الخدمه للمواطن في اقل من 5 دقائق. يعني حضرتك المواطن بيروح يدخل المركز المطور بياخد رقم مسلسل، بيقعد في الانتظار مفيش دقيقتين بينده على رقمه، بيقدم مستنداته سواء كان عايز يعمل بدل فائد او بدل تالف او استعلام عن اي حاجه في البطاقه التموينيه، لا تتعدى الخدمه سوى 5 دقائق بعد ما كانت بتاخد بالساعه والاثنين. فنقله كبيره جدا في خدمه المواطنين وتيسير عليهم في خدماتهم عشان يقدر يعني يروح مصلحته ويقضي حاجته في اقل وقت ممكن. طيب هل في مراكز قريب هيتم افتتاحها؟ حضرتك ذكرت ان في مجموعه من المراكز بالفعل تم افتتاحها. حضرتك المراكز اللي احنا شغالين فيها حاليا تم افتتاحها، يعني ال 12 مركز دول شغالين على كفاءه عاليه جدا بتقدم الخدمه للمواطنين في كل ما يخص البطاقه التموينيه، وجاري حاليا تطوير مكاتب ثانيه ان شاء الله هتتفتح قريب، ده بالاضافه الى وجود بعض المراكز فتحت فعلا في المراكز اللي داخله والقرى اللي داخله فيها حياه كريمه. عظيم جدا يا باشمهندس، شكرا جزيلا للمهندس وصفي عبد الله وكيل وزاره التموين بمحافظه بني سويف.